واصل الهلال تسجيل نتائجه الإيجابية والحفاظ على فارق نقطتين مع المتصدر الشباب إثر فوزه عصر اليوم في مباراة مثيرة جدا على فريق الفتح بثلاثة أهداف لهدفين. لم تنقض الدقيقة الثانية من اللقاء حتى ترجم يوسف العربي مجهود زميله أحمد الفريدي الرائع بتسجيله لهدف فريقه الأول إثر رأسية عجزت كل محاولات محمد شريفي عن اصطيادها. وبالعربي الفصيح انت الهداف الصريح، انت الهداف الصريح، بالعربي 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 الصحيح، وما يصح الا الصحيح. ومع دقائق اولى اول ثلاث دقائق كعادة الفتح في احراج الفرق الكبرى يرد احمد البعبيد على رأسية العربي في مرمى فريقه برأسية في المرمى الازرق مستغلا حالة الشرود التي كان عليها حارس الهلال. الأول للمتخصص، هدف أول أبناء النخيل، لا يعرفون المستحيل، لا يعرفون المستحيل. الله يا أبو عبيد، الله يا متخصص، راس براس راس براس، واليوم من يكون رافع الراس. عشر دقائق مجنونة في بداية المباراة توجه عبد الله الزوري بالهدف الأجمل في الجولة 11 من دوري زين السعودي. المفاجآت، لكنها رغبة البدايات، لكنها رغبة البدايات بالباكور. هدف ثاني، شوف العربي هيأها، وشوف الباكور من الزوري، المدافع اللي تقدم الزعيم. كاد الشلهوب أن يزيد من جراح الفريق الفتحوي في ركلة الجزاء هذه، إلا أن محمد شريفي كان له رأي آخر. لم يستطع الفتح الخروج من شوط المباراة الأول بأقل الخسائر حين خسر أيضا خدمات مهاجمه أحمد البعبيد الذي تلقى بطاقة حمراء إثر اشتراكه العنيف ضد الهلالي أسامة هوساوي. في شوط المباراة الثاني صالح الكاميروني إيكلي إيمانا جماهير فريقه والجهاز الفني في الهلال حين سجل الهدف الثالث لفريقه بعد لعبة ثنائية رائعة بينه وبين الشلهوب. بتمريرة رائقة في جو رائق لتوماس دول، مصالحة في هالمباراة، هذا جول للمصالحة، هدف من إيمانة، تمريرة بشكل حلو، الشلهوب وحده وثنتين. رغم كل الظروف الصعبة التي عاناها الفتح إلا أنه واصل شن هجماته على المرمى الأزرق حتى تحصل على الهدف الثاني بواسطة مهاجمه المميز حمدان الحمدان. حتى اليوم حمدان ونحن نتحدث عن الإقالات، إلا الجبال إلا الجبال سيبقى. جاءت حالة الطرد الثانية على فريق الفتح والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة لتتضاعف خسائر فتح الجبال أكثر وأكثر. بهذا الفوز حافظ الهلاليون على مركز الوصافة بعد المتصدر الشباب، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 15 في المركز الخامس.